لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري النقيب محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. بعد الأنباء التي وردت عن تعبئة ميليشيا الحشد لما يعرف بالقوات الاحتياطية وموجة الاعتقالات، كيف تقيمون سياسة الحكومة في التعامل مع التظاهرات الحاصلة؟ في البدء سيدتي، الحكومة اليوم أثبتت فشل كبير جدا في التعامل مع هذه التظاهرات، وأنها غير مستعدة للاعتراف بالخطأ وغير مستعدة لتصحيح هذه الأخطاء أو محاولة التخفيف عن معاناة هذه الناس. اليوم أنا أعتقد بأن ميليشيات الحشد وإيران من خلفها تحاول قدر الإمكان، إذا ما استمرت هذه التظاهرات هي مستمرة، ونحن نعلم بأنه محاولة استنساخ تجارب أخرى كالتجربة السورية في محاولة إنشاء ميليشيات أنه تكون قادرة على قمع هذه الناس، لكنهم غير قادرين لأنه التجربة لا تتكرر. والمشهد السوري يختلف عن المشهد العراقي. الشعب العراقي شعب مسلح، شعب عشائري، شعب قوي جدا. اليوم لم يستخدم المتظاهرين السلاح في رغبة منهم، لكن إذا ما استمرت هذه الأعمال التعسفية بالتأكيد قد يلجئون المتظاهرين إلى استخدام السلاح، وهذا جمهور كبير جدا لا يمكن السيطرة عليه. هنالك 2 مليون قطعة سلاح بالعراق سيدتي. نعم، في هذا السياق بحديثكم عن استخدام تجارب مماثلة ربما بطريقة أو بأخرى، كما يقول بعض المراقبين إن ميليشيا الحشد أرادت استنساخ تجربة قوات الباسيج الإيرانية لقمع التظاهرات الجارية في البصرة، ما مدى صحة ذلك؟ أنا أعتقد هذه النظرية صحيحة جدا 100%. اليوم نحن نعيش تجربة إيرانية، استنساخ قوات إيرانية، تجربة إيرانية، العقلية المدبرة عقلية إيرانية في عدم التعامل مع المواطن كمواطن محترم له حقوق، من حقه أن يتظاهر ومن حقه أن يطلب بحقوقه. بالعكس هنالك قمع كما حدث في إيران، لكن الشعب الإيراني الشعب يختلف عن واقع العراق. العراق اليوم هنالك أزمة أمنية، لا توجد أمن حقيقي يستطيع به الحكومة السيطرة، ولذلك نقول بأنه إذا ما استمروا في هذه التعسف الشعب سيرفع السلاح، وهنالك إمكانية كبيرة أن تتحول هذه التظاهرات إلى عمل مسلح ضد هذه الحكومة إذا استمرت في هذا الضغط وفي التسبب في هذه الآلام وعدم حل المشاكل. نعم، كيف تقرؤون ردود فعل المشاركين في هذه التظاهرات حيال الاعتقالات الجارية، خاصة بعد الأنباء التي وردت عن اعتقال العشرات والذين يتظاهرون حاليا أمام قيادة عمليات البصرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين يتجاوز عددهم 30؟ أنا أجد سيدتي الكريمة أنه العمل الحكومي اليوم عمل ضعيف وركيك جدا، محاولة واضحة لقمع هذه التظاهرات وعدم تمددها. اليوم نحن نتحدث عن معتقلين ليس فقط في البصرة، هنالك معتقلين في محافظة الكوت، معتقلين في الناصرية، معتقلين في قضاء الشطرة، معتقلين في مناطق أخرى في الجنوب العراقي. لذلك نحن نشعر من حالة هذه الاعتقالات أن هنالك بالتأكيد عمليات تمدد لهذه التظاهرات قد تصل مناطق أخرى. الحكومة تحاول قدر الإمكان أنه عدم تمدد هذه المظاهرات لبقية المناطق، وهم لذلك اليوم يحاولون اعتقال القدر ممكن من الناشطين المؤثرين، لكن بالنتيجة هذه أعمال تعسفية وأعمال رخيصة. يعني لا يمكن لأي حكومة محترمة أن تقوم بمثل هذه العمل تجاه يعني شعب منتفض وشعب لديه احتياجات. نعم، كيف يبدو مستقبل هذه التظاهرات في ظل القمع المستمر لها؟ أنا سيدتي الكريمة أستطيع أن أبني على 3 نقاط رئيسية. نعم، ونقاط مهمة. النقطة الأولى أنه اليوم وعي الشباب الجنوب، أنا بين قوسين شباب الجنوب، أهالي الجنوب، اليوم الوعي يختلف عن وعي 2014. اليوم هنالك وعي جديد، وعي متقدم، وعي وطني، هنالك هويه وطنيه. نعم. رفضوا ان تركب هذه منذ شهرين، رفضوا ان السياسيين ورجال دين والمؤسسه الدينيه ان تركب هذه على اكتاف هذه التظاهرات. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه سيدي الكريم، سقف هذه التظاهرات ارتفع من الاحتياجات والحديث عن الماء والنقص. لا، اليوم نحن نتحدث عن
عن رفض كامل العملية السياسية لهذه الحكومة. نعم. النقطة الثالثة أنه الحكومة اليوم عاجزة جدا عن توفير أي حل لهذه المشكلة، وسوف تتجه لمحاولة العنف والتعسف، وهذا بالنتيجة سوف لن يزيد المتظاهرين إلا عنفوان وإلا تظاهرات. أشكرك جزيل الشكر الخبير الأمني والعسكري نقيب محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.